حضرتك بتقول أتهب السيدة نفسها للسوق، أنا عايزك تجيب لي الحديث ده عشان تعرف من الحديث أنه كان قد تزوجها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لها هبي نفسك لي قول الرجل لزوجته، مش النبي عليه الصلاة والسلام عجبته واحدة في الشارع فبقول لها تعالي وهبي لي نفسك، ده قول الرجل لزوجته هبي نفسك لي. فقالت أتهب المرأة نفسها للسوق ما كانت تعلم أنه الرسول. الجواب بقى يا إخوة، ماذا فعل النبي لما قالت هذا؟ هذا النبي الحر عليه الصلاة والسلام، النبي ذا العزة والكرامة الذي لم يرد عنه نقيصة واحدة عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ بس روحي لأهلك، اجري روحي لأهلك. ايه أتاب المرأة نفسها للسوق مع انها كانتش تعرفه، لان لو كانت تعرف ان النبي لكفرت، لو تعرف ان النبي لكفرت ما كانتش تعرفه، قالت الكلمة دي. طب بس توكل على الله، ما كانتش تعرف ان هو النبي عليه الصلاة والسلام. طب توكل على الله، توكل على الله، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. نادمت لما علمت ان نار رسول، بس كان الامر انتهى خلاص. أتاب المرأة نفسها للسوق أعوذ بالله منك، بس توكل على الله. ما راحش شك، واحنا نشك عشان مرأة قالت أتهب المرأة نفسها للسوق. النبي كان عاقد عليها، متجوزها مراته، بيقول لها هبي نفسك لي كما يقول الرجل لزوجته، كما يقول الرجل لزوجته، فردت بهذا الرد. انت عايز السوق معناها ايه؟ السوق معناها ايه؟ اصل مفكرين كلمة سوق دي شتيمة، يعني السوق معناها ايه؟ الاستاذ باسي ليس، احنا جاوبنا على سؤالك، حضرتك ما سمعتش، انت حر بقى. ها السوق يعني العامة، السوق يعني العامة. هي كانت ابنة كبير قبيلتها، والسوق يعني العامة، فلذلك قالت تهب المرأة نفسها للسوق. في النهاية هي كانت زوجته، وقول النبي لها هبي نفسك لي مراته. يا جماعة امرأة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هبي نفسك لي قال ذلك لامرأته، لزوجته، لزوجته. طب عايز يقول لها ايه؟ طب هي قالت اتهب المرأة نفسها للسوق، مش عايزة النبي، عارفة انه النبي ومش عايزاه، هي حرة، قال لها الحقي بأهلك. فين اللي يدينه في كده يا اخوة؟ الله يبارك فيكم، فين اللي يدينه؟ الله يبارك فيكم، فين اللي يدينه؟